هل تستطيع أن تقرأي شيء من القرآن؟ بسم الله 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 الأصل الذي لا يسمع ولا يتكلم، لأنه لا يسمع الحروف ولا يسمع الكلام ولا يستطيع أن يسمع أي شيء من حوله. ورغم هذا اجتهدت حتى تأخذ الحروف والكلام ممن أمامها، حتى لو قرأت سورة واحدة من القرآن. أنا ما أستطيع أكمل هذه الحلقة أصلا من أول ما واجهت هذه الإنسانة. تشعر بالخجل، كلنا نشعر بالخجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ونحن نسمع ونتكلم ونرى، والله سبحانه وتعالى أعطانا من النعم الكثيرة وهي لا تسمع ولا تتكلم وتقول أسلم على يديها. تسعة والآن تحاول أن تقرأ، تقول لا أستطيع، ولكن تقرأ، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن المصاحف أمامنا ونأمل القرآن ونأمل هداية القرآن وحياتنا مع القرآن. والله لا أستطيع أن أكمل هذه الحلقة. نشعر بالخجل،